السلام عليكم. إسرائيل هزت الجنوب اللبناني بضربات كثيفة وخطيرة في نفس الوقت، مع تصعيد كبير من قبل إسرائيل من أجل التوجه إلى حرب مباشرة ومفتوحة مع حزب الله اللبناني. تفاصيل كل ما جرى قد صدر من عدد من المصادر العبرية، على سبيل المثال التايمز اوف إسرائيل أو حتى معارف العبرية التي أوضحت وذكرت بأن لن يكون هنالك مفر من الحرب مع حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مرتبطة بما جرى في اليومين الماضيين ذكرتها أيضا الجيروزلم بوست. والضربات اليوم من قبل الجانب الإسرائيلي لم تكن عادية على الجنوب اللبناني. تلاحظ هنا من طبيعة الضربات كانت ضربات كبيرة، استهدفت طبعا مواقع مهمة لحزب الله اللبناني، وهذه صورة أخرى لطبيعة الضربات المتقاربة التي جاءت على نقاط متواجدة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وكذلك على العمق اللبناني أيضا في نفس الوقت. وهذه لقطات أخرى لطبيعة الضربات التي جاءت يوم أمس. كل يوم يمر هو أسوأ من اليوم الذي سبقه بالنسبة لما يجري بين حزب الله وبين إسرائيل. وإسرائيل بدأ تجد بأن هنالك ضرورة لإشعال المعركة طبعا ضد حزب الله اللبناني. وهذه الضربات طبعا استخدمت فيها إسرائيل العديد من القدرات العسكرية الخاصة بها، طبعا استخدموا الطائرات، استخدموا كذلك أيضا المدفعية، واستخدموا كذلك الدبابات هذه المرة في طبيعة هذه الاستهدافات. وهي جاءت على عدد من النقاط الموجودة على الحدود وعلى عمق لبنان. واحدة من النقاط هي طبعا ميس الجبل، وكذلك حانين وعيت الشعب وشرق عيت الشعب، وكذلك الراهب والحدب، وكذلك الناقورة. لاحظ الضربات موزعة في كل مكان وفي كل نقطة، وهي موزعة على نطاق واسع. هذه هي المناطق التي ذكرت اليوم من طبيعة الضربات الإسرائيلية الكبيرة التي جاءت طبعا في هذه المنطقة، والتي استهدفت المنصات الصاروخية الخاصة بحزب الله اللبناني، مستودعات السلاح الخاصة بالحزب، وأيضا في نفس الوقت مقار القيادة ومقار مهمة لتواجد حزب الله اللبناني، واستهدفوا البنى التحتية. بدأوا باستهداف البنى التحتية لحزب الله اللبناني على الحدود بشكل عام. وأيضا الجيش الإسرائيلي في الساعتين ونصف الماضية أكدوا بأن كان هنالك استهدافا بالدبابات على الحدود على البنى التحتية الخاصة بحزب الله اللبناني. وبالتالي نحن نرى تصعيد كبير للغاية يأتي من الجانب الإسرائيلي. وعندما نتحدث هنا عن البنى التحتية، ولكي نفهم ما الذي تعنيه إسرائيل باستهداف البنى التحتية، واحدة من الانفجارات على سبيل المثال هو هذا الانفجار من المقاطع التي رأيناها في البداية، والتي طبعا وهذا الانفجار الذي جرى صباح هذا اليوم بالطائرات الإسرائيلية التي ضربت هذه المنطقة. لنقترب من هذه الصورة قليلا، ستلاحظ بأننا أمام منطقة مزروعة هنا بشكل مميز، وأيضا تلاحظ بأن هنالك مبنى أيضا مرتفع موجود مع هذه النقطة. ونلاحظ من الغيوم ووضع الغيوم يؤكد لنا بأن هذه المنطقة تأتي على مرتفع على جبل، وطبعا هي منطقة جبلية جنوب لبنان وهذا أمر معروف، ولكن المنطقة التي نتحدث عنها هي على قمة مرتفع. ونلاحظ بعد مسافة لا بأس بها، مسافة واضحة ليست بالمسافة القصيرة، ولكن المنطقة قريبة، تجد الضربة التي جاءت من قبل الجانب الإسرائيلي واضحة على هذه النقطة. وطبعا هنالك نقاط في الخلف قد ضربت أيضا، لأن كل شيء بدأ يضرب بشكل متقارب من قبل الجيش الإسرائيلي وبشكل مكثف أيضا. وهذا يوضح بأن هذه المنطقة طبعا خالية التي نتحدث عنها هنا تغطيها الغيوم، قد يكون هنالك مرتفعا معينا ولكن ليست هنالك عليه طبعا مباني. وبالتالي واضح جدا بأن هذه المنطقة هي الهدف الأساسي من هذه العلامات التي أشرنا إليها. وإذا ما اقتربنا من هذه النقطة التي أشرنا إليها لنأخذ بعض العلامات من طبيعة ما ضرب هنا في هذه المنطقة، سنلاحظ بأننا أمام مبنى أول، وهذا مبنى ثاني، وهذا مبنى ثالث، وتلاحظ برج للاتصالات، وجاءت الضربة في هذه المنطقة. ما يجب أن نبحث عنه طبعا هي المنطقة التي أشرنا إليها هنا، لأنها مميزة للغاية على قمة جبل لوحدها. وهذه المنطقة من طبيعة
البناء الذي نلاحظه طبعا، والهندسة الخاصة به تلاحظ نقطة مرتفعة هنا، شكل المبنى أيضا هذه النقطة تتطابق تماما مع أحد الفنادق التي تتواجد إلى جنوب لبنان وإلى شرق عيت الشعب، وهذه المنطقة وهذا الأوتيل هو أوتيل ليالي النجوم الذي ترونه أمامكم. كل شيء متطابق مع ما نراه هنا مع هذا الفندق طبعا المتواجد إلى شرق عيت الشعب. بالتالي تلاحظ كل شيء متطابق من المنطقة المزروعة، المبنى الذي تحدثنا عنه طبعا والهندسة الخاصة به. تلاحظ أن هنالك أيضا مسافة معينة هنا بهذا الاتجاه، الطرق واضحة، وأن هنالك حوض للسباحة بطبيعة الحال، وهذا يعني بأننا يجب أن نبحث عن هذا الفندق ببساطة، ببحث بسيط على القمر الصناعي نتجه إلى شرق عيت الشعب إلى هذا الأوتيل الذي تحدثنا عنه والذي يتطابق مع الصورة التي رأيناها. هذه هي عيت الشعب وهذه هي طبعا المنطقة، وهذا هو الفندق الذي تحدثنا عنه لنأخذ 180 درجة من هذه المنطقة وسنجد نعم فعلا نحن أمام نفس النقطة تماما. بالتالي لنبحث عن النقطة التي استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي الآن، وبالابتعاد قليلا من هذه المنطقة ولنتوقف قليلا سنلاحظ بأن كل شيء تطابق طبعا مع هذه المنطقة. بالتالي من المفترض الهدف أو النقطة التي نتحدث عنها أن يكون أو أن تكون هنا على هذا المرتفع أو أن تكون على هذا المرتفع الآخر، لن تكون بعيدة من هذه المرتفعات، ولكن هذه النقطة ليس هنالك الكثير من المباني عليها، ليست هنالك ثلاث مباني أو غيرها. ولنقترب من هذه المنطقة قليلا لكي نتأكد منها. ستلاحظ ليس هنالك الكثير مما ممكن أن نلاحظه، ولكن في النقطة الأخرى المرتفعة طبعا وهي الأقرب إلى عيت الشعب ستجد أننا أمام نفس النقاط، ثلاث مباني كما نلاحظ، والبرج وبرج الاتصالات واضح من خلال الظل الخاص به طبعا على الأرض. وبالتالي هذه النقطة التي استهدفها الجانب الإسرائيلي، لاحظ برج الاتصالات نقطة وموقع مرتفع وواضح جدا أنه على موقع مهم للغاية بالنسبة لحزب الله اللبناني، مطل على الحدود الإسرائيلية وعلى العمق الإسرائيلي، هو الذي استهدفته إسرائيل، مما يوضح أن إسرائيل تحضر إلى شيء كبير على هذه المنطقة. هل سكت حزب الله اللبناني؟ لا أبدا، حزب الله اللبناني كان له رد على هذا الاستهداف بشكل مباشر. حزب الله استخدم 8 صواريخ على العمق الإسرائيلي، بل استخدم أكثر من ذلك مع التصعيد الإسرائيلي الذي يأتي مباشرة طبعا على العمق اللبناني. وهذه هي مشكلة إسرائيل مع حزب الله اللبناني المنتشر بكثافة والذي يعمل بنشاط عال في هذه المنطقة. مشكلة إسرائيل بأن حزب الله اللبناني الآن يصعد بشكل كبير مع كل تصعيد تقوم به في داخل قطاع غزة. ليس هذا فحسب، بل أن الجيش الإسرائيلي الآن لاحظ بأن حزب الله اللبناني صعد بشكل أكبر من الماضي مع تشكيل أو من السابق مع تشكيل الحلف باتجاه جماعة الحوثي في اليمن. بدأت تتصاعد الأمور من حزب الله اللبناني، بالتالي حزب الله اللبناني هنا يوضح بأنني سأصعد ليس فقط للدفاع عن الفصائل الفلسطينية إن كانوا في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بل أيضا جماعة الحوثي إن جاء أي ضغط عليهم سأضغط على العمق الإسرائيلي. وأيضا يعطي فكرة للجانب الإسرائيلي إن كان هنالك ضغطا على إيران، الفصائل في العراق، الفصائل في سوريا، حزب الله اللبناني سيصعد بشكل أكبر، بالإضافة إلى أن هنالك أيضا عناصرا من الفصائل المسلحة من مناطق أخرى كالعراق على سبيل المثال يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا كانت هنالك تعبئة عامة لجماعة الحوثي في اليمن ومرشح أن يكونوا متواجدين أيضا في هذه المنطقة. المنطقة بدأت تصبح خطيرة للغاية، وبالنسبة لإسرائيل طبعا الحرب طويلة في قطاع غزة، الحرب لن تنتهي الشهر القادم أو في الشهرين القادمين، لا أبدا، الحرب طويلة. وبعض التقييمات الإسرائيلية في قطاع غزة تقول بأن الأمور قد تنتهي وتستمر الحرب حتى نهاية العام القادم، وهنالك تكاليف باهظة للغاية في الحرب التي تخوضها في قطاع غزة. ومشكلة طبعا إسرائيل الأساسية هنا بأن لم يعد هنالك أي من المستوطنين الإسرائيليين المتواجدين في هذه المستوطنات إلى شمال إسرائيل، كلهم غادروا هذه المنطقة تماما، ومغادرة يعني أن الظروف الاقتصادية ستكون صعبة للغاية على العمق الإسرائيلي مع استمرار شمال إسرائيل بهذا الوضع، لا مدنيين لا تجارة، غلاف قطاع غزة أساسا إسرائيل حولته إلى منطقة عسكرية أيضا أخلته من المستوطنين الإسرائيليين، وبالتالي الظروف أصبحت صعبة للغاية على الجانب الإسرائيلي. أن تستمر الأمور على هذا الشكل مع الثمن الباهظ الذي تدفعه في هذه الحرب والاستهدافات الكبيرة، لم تعد تحتمل إسرائيل طبعا
كثير، وأيضا أن إسرائيل كانت قد وضحت اليوم بحسب الأوسن ديفندر أنها وضعت قيودا على حركة المستوطنين ممن يريدون زيارة المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الخاصة بهم على مستوى شمال إسرائيل. بمعنى آخر، لم يعد هنالك مقدرة للوصول للإسرائيليين، للسكان المدنيين الإسرائيليين، من الوصول إلى هذه المنطقة بأكملها. أغلقت طبعا، وأيضا الجانب الإسرائيلي الأسبوع الماضي كان قد أعلن عن عملية إغلاق الممرات والبوابات على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الجليل الأعلى، وانتشار إسرائيل طبعا كبير أيضا في هذه المنطقة. وهنا إسرائيل واضح جدا تهيئ لشيء ما، تهيئ للاستعداد للحرب باستخدام الجيش الاحتياطي الخاص بها على حزب الله اللبناني، وهي صعدت في ضرباتها بشكل كبير كما لاحظنا في الأيام القليلة الماضية، وبدأ هنالك عدد من القتلى الذين يسقطون طبعا في جنوب لبنان، وتحديدا من قوة الرضوان التي تعتبر هي من قوات النخبة في حزب الله اللبناني. وهنالك أكثر من 123 قتيلا من حزب الله اللبناني، منهم طبعا من قوات الرضوان، وبحسب الجروزلم بوست بمعلومات استخبارية خاصة بهم كانوا قد أكدوا بأن حزب الله اللبناني سحب قوات الرضوان من الحدود ومن نقطة التماس مع طبعا الجيش الإسرائيلي هنا في الحدود تحديدا، ولكن القوات حزب الله اللبناني بقيت في هذه المنطقة، لأن قوة الرضوان هي قوة مهمة استراتيجية، ورقة مهمة للغاية بالنسبة لهم. وهنا إسرائيل ما الذي تبحث عنه؟ إسرائيل طلبت ببساطة بحسب معاريف العبرية، وحتى الأسبوع الماضي بحسب الإسرائيل ريدار كانت قد أكدت بأن إسرائيل طلبت من العالم بأن يجدوا طريقا في الدبلوماسية لإقناع حزب الله اللبناني للانسحاب على مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل بهذا الاتجاه. بمعنى آخر، أن تتحقق منطقة آمنة بهذا الاتجاه، وأن تكون على سبيل المثال قوات اليونيفيل هي التي تقوم بملء هذه المنطقة. وإن لم تقوم وإن لم يقم حزب الله اللبناني بهذا الأساس، ولم يستمع أو لم تكن هنالك جهودا بهذا الاتجاه، فإن إسرائيل ستبحث عن القيام بهذه المسألة بنفسها، وهي التي ستتقدم على حزب الله اللبناني، وبالتالي ستكون هنالك حرب كبيرة وكبيرة للغاية، لأن إسرائيل تريد عودة المستوطنين أو المواطنين الإسرائيليين إلى هذه البلدات الإسرائيلية، أن تعود الحياة، أن يعود الاقتصاد، وبالتالي تستفيد من الموقف وتكون منطقة الحرب في داخل لبنان. حزب الله اللبناني طبعا رافض لهذه المسألة، وحتى الشيخ نعيم قاسم وهو نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني قال لن نقبل بهذه المسألة، وسنرد الصاع بالصاعين على إسرائيل إن ما وصلت بهذا الاتجاه، وصلت إلى هذا الحل على سبيل المثال. وكذلك أن هذه مسألة مرتبطة بالسيادة اللبنانية، والحكومة اللبنانية لن تكون ولن تمتلك الكثير من القوة والقرارات إن ما تحولت الأمور بهذا الشكل، الأمور بين حزب الله وكذلك بين الجيش الإسرائيلي بهذا الشكل الخطير الذي نتحدث عنه. وبالتالي إسرائيل هنا فعلا ليس لديها الكثير لتفقده بهذه المسألة، والتقييمات الخاصة التي تنتشر طبعا على الأوساط العبرية تقول أن إسرائيل ببساطة، وتقييمات الحرب تأتي من متوسط إلى مرتفع، بينما تقييمات فرص ونجاح الدبلوماسية هي ضعيفة للغاية بسبب الظروف التي ذكرناها الآن، وبسبب إطالة الحرب في قطاع غزة حتى نهاية العام القادم كما يتحدث الجانب الإسرائيلي. وإسرائيل تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل معها لضرب حزب الله اللبناني بشكل مباشر. وطبعا إسرائيل أيضا مع هذه المعادلة التي تبحث عنها بدأت تلاحظ أن الحلف الذي يأتي على جماعة الحوثي الآن بدأ يحقق نتائجا إيجابية. على سبيل المثال، شركة ميرسك للشحن، وهي إحدى الشركات المهمة للغاية التي طبعا توقفت عن عملية الشحن في البحر الأحمر بسبب الاستهدافات من جماعة الحوثي في اليمن، الآن أصدرت بيانا واضحا، وأكدت فيه من خلال هذا البيان بأن الوضع سيعود، وأن الشحن لهذه الشركة والشركة ستعود بالشحن في البحر الأحمر. يوضح أن هذا الحلف قد نجح في تحقيق الكثير طبعا من التصدي ضد جماعة الحوثي، وهذا يعني بأن ستكون هنالك المزيد من شركات الشحن التي ستنضم إلى شركة ميرسك التي نتحدث عنها، وهذا يعني لإسرائيل أن ميناء إيلات سيعود للعمل مرة أخرى، محاولة الضغط على حزب الله
اللبناني هي مسألة مهمة بالنسبة لها، وهذا يعني بأنها ستستمر وقادرة على الاستمرار في تقدمها في قطاع غزة رغم صعوبة المعارك ورغم القدرات التي تظهرها الفصائل الفلسطينية في عملية التصدي للجانب الإسرائيلي، لكن هذه المعادلة ستخفف من الضغط على إسرائيل على العديد من المستويات. وفي قطاع غزة بحسب آخر تحديث لوور مابر أوضحت بأن هنالك تقدما مستمرا ضعيفا ضئيلا نوعا ما في خان يونس، كما تلاحظون عمليات جراحية، اصطياد للقادة، وستة فرق قتالية هي التي تقاتل في هذه المنطقة. ممكن أن تكون هنالك إضافات، وتلاحظ أن التقدم ليس كبيرا للجانب الإسرائيلي في الفترة الماضية، ولكن ما هو ملاحظ بأن الجانب الإسرائيلي بدأ يريد التقدم باتجاه منتصف قطاع غزة. لاحظ التقدم هنا على طول شارع صلاح الدين باتجاه دير البلح، ولاحظ هنا كيف تقدم الجيش الإسرائيلي أيضا بهذه المنطقة. بالتالي واضح جدا أن إسرائيل تبحث عن إنهاء والسيطرة على المنطقة الوسطية لقطاع غزة. وأيضا في نفس الوقت تلاحظ من خارطة الوور مابر من الجهة الثانية، من الجهة المقابلة لهذه الجهة، ستلاحظ أن هنالك تقدما تحقق في نفس الشارع، شارع صلاح الدين، باتجاه مخيم النصيرات ومخيم البريج وغيرها. وبالتالي هنالك ضغط على وسط قطاع غزة، وأيضا على مستوى شمال قطاع غزة الجانب الإسرائيلي لا زال يتقدم شيئا فشيئا وببطء مع معارك عنيفة للغاية مع الفصائل الفلسطينية طبعا في هذه المنطقة. ولكن شمال قطاع غزة الآن هو مدمر بشكل كبير للغاية. الواشنطن بوست كانت قد نشرت مقالا حول هذه المسألة تفاصيل ومعلومات خطيرة للغاية. تحدثت الواشنطن بوست بأن الحرب التي تخوضها الآن إسرائيل في داخل قطاع غزة هي الأكثر تدميرية والأكثر تدميرا في القرن 21، وهذه الحرب لازلنا بسبعة أسابيع، أي التقييمات بسبعة أسابيع فقط، كان الدمار كبير وكبير للغاية. وقارنوا على سبيل المثال شمال قطاع غزة لوحده في القطاع، قارنوه بحلب، المعارك في حلب طالت وكانت لمدة 3 سنوات كما تلاحظون، ولاحظ هنا 7 أسابيع فقط على شمال قطاع غزة، ولاحظ الدمار الهائل مقارنة بحلب، فما بالك أن طالت الأمور في هذه المعركة، دمار هائل للغاية من قبل الجانب الإسرائيلي. وكذلك قارنوا شمال قطاع غزة مع الرقة عندما كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر عليها، وكانت هنالك كثير من المعارك التي تجري في هذه المنطقة. في الرقة يعني أخذت هذه الحرب 8 أشهر كي يحدث كل هذا الدمار، ولكن كما نتحدث 7 أسابيع في شمال قطاع غزة، والدمار هائل وهائل للغاية. وحتى قارنوا شمال قطاع غزة بالموصل بعد معارك الموصل ضد تنظيم داعش الإرهابي، لاحظ الموصل لمدة 8 أشهر، هذا هو الدمار الذي طال الموصل، وهذا هو الدمار الذي طال شمال قطاع غزة. لذلك الحرب في غزة وإسرائيل ما ترتكبه في قطاع غزة هي حققت حربا هي الأسوأ والأكثر تدميرا على الإطلاق في القرن 21، وهذا قد يفسر لماذا إسرائيل قد تسيطر وذاهبة للسيطرة على شمال قطاع غزة. ولكن بالتأكيد ننتظر ونرى ما الذي ممكن أن يتغير.